السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جينا للسلة الجديدة، صايبنا بلاكار ديال لاكويزين. اللهم بارك، جات شي حاجة زوينة كيف ما كتشوفوا. بريزون ديال الناس بلاكار، يعني خدمة فيه نقية. اللهم بارك، يعني مخدوم بلي مدهف، سلعة نقية، شي حاجة مزيانة. اجي نفتتحوا معاكم الخدمة ديالنا. هذا كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا، اللهم بارك. شوف كيف ما كتشوفوا معايا، وري الناس من اللي باش يبان داك الشيء، الناس باش يبان لهم داك الشيء زوين. يعني فيكساسيون ديالهم راه شي حاجه مزيانه، يعني فيكسين خدمه نقيه. اللهم بارك. انت شوف يعني الخدمه بيان فيني والثمن مناسب. اللهم بارك، الله يكمل على الناس بالخير. شي حاجه مزيانه، يعني فين اي حاجه عندك فين تحطها، كاين لي سباس هنايا فين تحطو. وري الناس لي سباس. بالنسبه للعبار ديالو، هادو كنا خدمناهم سير كوموند، راه تخدمو سير كوموند. هادو خدمناهم سير كوموند، فيهم جوج متر وربعين من راس لراس، يعني مقسومين على ثلاثه ديال الصنادق. كل بارتي فيها 80 سنتيم، يعني 80 80 80، ما كيجيش طويل كامل، كيجي مقسم باش يكون صحيح. وبالنسبه للهوتور ديالو راه فيه 60 سنتيم، يعني 60 من هنا سميتو. والبروفوندور ديالو فيه 35، يعني 35 سنتيم. يعني خدمنا فيه، اللهم بارك، خدمه نقيه. وتيز لك شحال من حاجه في الكوزينه، كنخدمو شتي الميزير، يعني على حسب العبار اللي عندك راه تنخدمو ليك. يعني اي عبار بغيتيه، اي ماتشي بغيتي نخدمو بها، اي كولور، كاين الشام، كاين النوار، كاين البلون، اي موديل بغيتيه. ومرحبا بكم، وعاونونا بابوني باش ديما توصلوا بجديد ان شاء الله. و شعارنا هو الثقه ولا فينيسيون. والسلام عليكم، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.